اللغة العربية لها بصمتها في العالم، وباعتبارنا اليوم العالمي يصادف 18-12 من كل سنة، فياريت أن يكون الاهتمام بإطلاق مبادرات زي هذه. طبعا الشكر موصول لكل الفريق اللي خدم عليه توعية والتثقيف وأهمية اللغة العربية في حياة العرب والمسلمين والعالم كافة. إن شاء الله نكون فيه مبادرات تانية، وشكر موصول للإعلام لتوصيل هذه اللفتة الكريمة لتثقيف وأهمية مدام أهمية اللغة العربية في حياتنا اليومية. الشكر موصول لمراقبة التربية والتعليم ببلدية نالوت لمصاحبة الحدث هذا. Thank you.